ما شاء الله في أرض الله الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاتين دائمة متلازمة إلى يوم الدين. أيها الأخوة، يا أبناء اليمن، يا أبناء ذمار، خاصة عليكم أن تلبوا نداء الشيخ جهاد، جهاد الخير، يوم الجمعة الساعة 4 عصرا إلى عمل الخير، إلى التبرع من 10,000 إلى ما لا نهاية، من 10,000 وفوق. إذن الجماهير مرحبة، أصحاب غيثان، عرومة، ظفران، جبل مطحن، جاعور، كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير أيها الناس، حيثما كنتم وأينما تكونوا. اليوم يوم الاثنين، والعمل بدأ ولله الحمد بوتيرة عالية. هناك حرارة وجوارها مقبقب، قريب جولة جهانة. بدأت التوسعة النهائية للأسود، إن شاء الله الأسود قادم وهو الزفلت كما تعرفون. إذن أيها الشباب، أيها الناس، أيها المصدقون، أيها المحسنون، هنا حميدة وشوارع حميدة، وحميدة من غيثان، وغيثان من وصاب، ووصاب من نمر، والأمور طيبة إن شاء الله. وذمار من صنعاء الأبية. قالوا الزعماء العرب: من لم ينسب نفسه إلى صنعاء فليس عربيا. هنا التحدي بالصدقات، هنا التحدي بالأموال لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، إنها طريق. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. إذن الحج هنا، الحج هنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي الصدقات. اليوم يوم الخير. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة أيها الناس. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا المبروكة وهنا المقبقب وجواره مبروكة، وكل في سبيل الله ولوجه الله تعالى. نعم، حياكم الله، مرحبا بكم في وصاب، في مخلف القائمة، عجلة غيثان، يا هلا وسهلا، حيا الله الشباب. هنا مقبقب، والتوسعة صارت كبيرة، لا يزال هناك باقي شوية، باقي 4 متر داخل دخال حتى يصل الهدف المطلوب. نعم، ما شاء الله تبارك الله. اسعد يا مغترب. وهناك، وهناك عبد الله علي، وهناك عبد الله علي اهو. هناك الدورين، هناك الدورين. انا اعتري الجبل، يناصر الجبال، ما شاء الله، والله دورين، والله شغال، ما شاء الله عليه. شكرا يا عبد الله علي. أيها السيدات والسادة، أيها الإخوة، هنا الجمهورية اليمنية، وهنا وصاب، وهنا أبناء وصاب، وهنا تاريخ وصاب، وهنا تجار وصاب، وهنا عمالقة وصاب، هنا الأخوة، هنا المحبة. شوف هنا أيها الإخوة، أيها الأحبة، يا أبناء اليمن، يا أبناء ذمار، حياكم الله، يا أبناء وصاب، يا ابناء القائمة، يا ابناء غيثان، جزاكم الله خير لما بذلتموه، بما قدمتموه في سبيل الله لإنجاح المشروع، مشروع وصاب، مشروع ذمار، مشروع صنعاء، مشروع اليمن، كله من هنا. من معه صدقة
جابه هنا، من يشتي حج الحج هنا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم الحج هنا، الحج هنا بالصدقات، بالصدقات. صدقات ليش؟ للطريق، لا للشاليهات ولا لشرم الشيخ ولا للسياحة في بانكوك ولا في بتايا، كله من هنا. لا، أين الصدقة؟ صدقة لك ولأولادك وأولاد أولادك إلى يوم الدين. صحيح يا جميل، يا جميل، مليان ما شاء الله. حي الله الشباب، الكل يفرح ويمرح. هذا استقبال من أبناء الجبل. غدًا إن شاء الله بدي صالح، غدًا بدي صالح. نعم، غدًا إحنا بدي صالح. اسعدوا، افرحوا. شوف الشباب ما شاء الله متفاعلين، قدموا الأموال وجاوا زيارة، قدموا الأموال وجاوا سياحة. محمد هذا شارع مين؟ هذا ما سميكم مين؟ جولة جحانة. جولة جحانة. هناك جولة جحانة. أيوة، وهذا ما هو؟ هذا عادو. مالك ما تسميه؟ عادو. هات هات. ما ما ما. ما رضيش. أيها السيدات والسادة، هنا حميدة وشوارع حميدة. وحميدة من غيثان، وغيثان من قائمة، والقائمة من الجبل، والقائمة من وصاب. أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها الأحبة، يا أبناء اليمن، يا أبناء الدمار، اسعدوا، افرحوا. ما شاء الله، هذا الخط للجميع. هنا مقبقب، وهناك مقبقب، وهنا حرارة. نعم، وهنا حرارة، كله موجود. ما شاء الله، تبارك الله. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أيها الناس، يبقى معنا هذه اللفة. نعم نعم، وهناك السيلة، وهناك السيل يمشي، وهناك السيل سياحة. ما شاء الله، في سيلة من هنا وسيلة من هناك، في ماء من هنا وماء من هناك، وكل رايح سخمل، لكن حفاظا على الأرواح وحفاظا على السيارات، المهندسين غيروا الطريق هنا. هذه تتبع الدرعوم، ومن هنا إلى السيرة، ومن السيرة نحو الجبجب، جبجب الخير، جبجب الأخوة، جبجب المحبة، جبجب الصدقة. ما شاء الله، شوف الأنهار، هاي الأنهار تحتنا، الأنهار. هذه السيلة صوروها لمنصور وقالوا بس، وقالوا الطريق خارب. لا والله، الطريق سليمة 100%. ليس للمشروع علاقة بالأمطار، ليس للمشروع علاقة بالسيرة. طريقنا هنا أيها الناس، هنا الطريق، ومن هنا معانا العبارة بالسيرة هناك إن شاء الله. أمور طيبة. نعم، وهناك المنطقة المعدلة من قبل المهندسين وعلى رأسهم الشيخ نجيب عبد الله سنان، تعديل ممتاز. هناك جولة جحانة، هناك الطريق الكبيرة والمعدلة والمعبدة، هناك قطع كبير ولله الحمد نجحنا فيه. وهنا الخط الفرعي، هنا الخط الرئيسي. نبعد عن السيلة، ابتعد عن السيلة وعن البابور الأصفر الذي سحب السيارة من السيلة. ليس لنا علاقة بالسيل ولا لمجاري السيل. خطنا آمن وخطنا واضح. ويوم الجمعة القادم وأفتر تموره، أفتر تموره مورنن فور كلوك، يعني الساعة الرابعة عصرا يبدأ جمع التبرعات لوجه الله سبحانه وتعالى. دعوة كريمة من جهاد الخير، من جهاد الأخوة، من جهاد المحبة، جهاد التبرع. والمواطنين رحبوا، والتجار رحبوا داخل اليمن وخارج اليمن، وقالوا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المواطن، اسعد. الرحلة القادمة ما تعبر السيلة، الرحلة القادمة بعيدة عن السيلة إن شاء الله، بعيد. مقاول العبارات عليه أن يهتم بالعبارات ويسرع بإنجاز العبارات.